التعامل مع والدي كنت شايفه ان هو يعني على قد ما انا بستفيد جدا وبحب جدا الشغل معاه، ولكن الناس بتبقى فاكر ان هو اسهل من الشغل خارج والدي، لكن بالعكس بيقولوا عليا ضغوط اكتر ان انا لازم اثبت نفسي على قد ما اقدر، لان الناس بتقول لك انا شغال عشان والدي وكده. ولكن هو طبعا قبل كده ما كانش والدي مرشحني في حاجه اصلا، والناس ما بتبقاش عارفه المعلومه دي، بس المهم ان هم يبقوا مبسوطين في الاخر من المنتج اللي بيطلع. بمناسبة كلامك ده، طبعا اغلب ابناء الفنانين او كده بيتقال عليهم واسطة، فانت بتتعامل ازاي مع المصطلح ده انك انت جاي واسطة الشغل يعني؟ انا يعني بتفهم الناس بتشوف ده، انا بتفهم فكرة ان الناس بتشوف ان ابناء الفنانين ممكن يبقوا واسطة او خدم مساعدات. اكيد ممكن يبقى في مساعدات بتتقدم، مثلا مش هطلع اقول لك انا ما خدش قيمة، بيبقى في بعض المساعدات مش مساعدات الناس متخيلها، لان لو كده كان زماني عملت الدور يعني، لو الموضوع بالسهوله دي يعني. ولكن بيبقى في بعض المساعدات، ولكن هنا يعني انت ربنا دايما بييسر للناس حاجات وبييسر للناس حاجات ثانيه، فانت ممكن انت يبقى حظك احسن، ممكن يبقى انت في حاجات الفكره في الاخر بقى ان مين الكويس؟ الكويس هو اللي بيكمل، مالهاش علاقه. في ابناء فنانين كتير ما كملوش، في ابناء فنانين كتير نجوم دلوقتي، الكويس بيكمل، اللي مش كويس مش بيكمل. فواسطة او مش واسطة، طالما انت بيطلع لك شخص قادر يبسطك وقادر يطلع لك اللي هو عايزه ده كويس. مش بقول ان ده معناه ان انا اشتغلت واسطة، لا، انا كنت بنزل ايجنسيز ومكاتب كاستنج وبتاع، كنت بروح لوحدي، كنت بشتغل على نفسي كل ده، يعني انا تعبت عشان امثل مش يعني. ولكن اكيد لو طلعت قلت لا انا ما تساعدتش خالص، يبقى انا بقى، لان انا اول عمل عملته في حياتي كان كتابة والدي، دي المساعده اللي هو قدمها لي. ولكن بعد كده هو لا رشحني في حاجه ولا سالني في حاجه، بدليل ان انا تاني عمل ليا كان الفتوى تاليف الاستاذ هاني سرحان واخراج الاستاذ حسين النجاوي، وده كان ترشيح جاي منهم هم. فبس قلت اوضح النقطه دي. هي يمكن علشان كان في كذا عمل ليك تاليف ولا، فهي يمكن عشان كده الناس كانت، هو مش كذا عمل، هو ده تالت عمل، ويعني الاغلبيه كانوا من غير والدي اصلا. ده تالت عمل ليا مع والدي، يعني قبل العمل ده كنت شغلت حاجتين بس مع والدي، منهم اللي ملوش كبير ومصيبة اسمتك اللي هو أول حاجة عملتها، واللي ملوش كبير اللي هو أنجح حاجة ليا أصلا. فأنت يعني مش منطقي إن ده يبقى انتقاد، هو بتنتقدني في أنجح عمل ليا.